أريد أن آمر بالمعروف وأنهي عن المنكر وأنهى عن المنكر وأصلي بالناس، لكنني أعاني من مشكلة وهي الشعور بالخوف والارتباك، وقد يحصل لي شيء أمام الناس، فبماذا توجهونني؟ توكل على الله واعزم ويزول عنك الخوف أول مرة أو ثاني مرة، ثم بعد ذلك يزول عنك الخوف بإذن الله. إذا عزمت توكلت على الله فإن الله يعينك. وكل أكثر الناس يحصل عندهم خوف أول الأمر ثم يزول هذا بإذن الله. نعم.